ضيفنا لهذه الحلقة ممثل ومخرج فلسطيني كبر في أزقة بغداد وتعلم فيها حتى أصبحت بغداد جزءا لا يتجزأ من شخصيته أرحب بك أستاذ نبيل كوني أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك وشكرا لاستضافتي بهذا البرنامج شكرا للقناة وأهلا بالجمهور الكريم أهلا وسهلا بدايه اريد ان تخبرني عن العائله الوالد الوالده المدينة التي نشأت بها الحقيقة أنا من مواليد نابلس مدينة نابلس بس أبويا كان مقيم بمدينة حيفا وتزوج في مدينة حيفا وأقام فترة بسيطة يعني في مدينة حيفا إلى أن صارت أحداث حرب 48 وقتها كان عريس جديد ف وخاف على امي امي كان يمكن عمرها حوالي 17 سنه فقال لها يابا انا وديت يم اهلي لنابلس بين ما تخلص وتهدا الامور لانه دائما كانت تحدث هيك قلاقل بفلسطين وارجعت فاخذها اخذت جنطتها الصغيره وخلت بها اهم الاشياء على اساس انه يومين ثلاثه وترجع الحيفة ترجع لبيتها فاخذها وطلع النابلس بات ليله هناك على اساس ثاني يوم من الصبح يرجع الحيفة صبح الصبح الطرق كلها مسدوده والحرب عالقه وما قدر يرجع الى حيفا راح بيت العرس وكل العفش اللي اشتروه للعرس وراح المحل اللي هو كان له وبقى في مدينة نابلس فترة الوضع الاقتصادي كان شوية نتيجة الحرب طبعا أكيد نتيجة الحرب أي فقرر أنه ينزل إلى عمان إجا العمان بس ليش الأردن تحديدا؟ هي يعني عمان هسه شوفي نابلس كانت تابعة إداريا للأردن وعمان العاصمة فهو ما سوى شيء هو بقى بالأردن بس نزل من من محافظة نابلس إلى العاصمة عمان حاول جهد إمكانه أنه بعمان أيضا يلقي له شغل منا منا حاول يشتغل هو وامي امي امي خياطه محترفه بروفيشنال فتحت مشغل بوقتها لتعليم البنات الخياطة هو أيضا همين خياط حاولوا جهد الإمكان يعيشون بعمان تحديدا بجبل القلعة حوالي يمكن سنتين وهم شوية الأمور ما مشت مثل ما يردون ثم رحلتم أبوية للعراق بالضبط هو هذا اللي فكر بأبويا انت تدرين يعني وراء الاحتلال فلسطين الفلسطينيين انتشروا بكل انحاء الوطن العربي واغلبهم يمكن راحوا للخليج الكويت قطر السعوديه لان هناك يمكن كانت اقطار بعدها ناشئه ومحتاجه الى ايدي عامله محتاجين الى معلمين محتاجين الى مهندسين محتاجين الى اطباء فأبوي اختار بغداد هسه ليش اختار بغداد انا يعني ما ادري يعني ما راح الكويت ما راح قطر ما راح ممكن انها الاقرب كمسافه يجوز هو هذا يعني استقرب <applause> نقول فاذا انتقلتم الى العراق اين بلي. سكنتم بتلك الفتره بالضبط بغداد شارع الرشيد منطقه المربعه خلف سينما الفردوس وكيف كانت التجربة في البدايات يعني مكان جديد بلد جديد مدينة جديدة <applause> أي يعني حاولنا نتأقلم ويا الوضع هناك وأبوي هو أصلا يعني بعد ما نزل بغداد بقى حوالي يمكن ثلاثة أشهر بعدين رجع إلى أخذنا <applause> هذه الفترة هو لقى شغل وهذا اللي دفع انه يجيبنا من عمان يودينا بغداد يعني هو اصلا يعني لاقي شغل بس ولقى بيت يعني نقعد بيه واستمرينا واستمرينا يعني تقريبا للاحتلال يعني 2003 تقريبا فترة طويلة يعني أي طبعا ايه. سنوات ايه. طويلة يعني أنا بقيت حوالي 41 سنة هناك م. دراستي الابتدائية للجامعة كلها كانت في بغداد كلها كانت ببغداد حتى أنا اشتغلت حوالي 27 سنة بتلفزيون بغداد رح نرجع الموضوع تلفزيون العراق بس هسا أريد توصف لي طفولتك في العراق م. يعني طفل فلسطيني في مجتمع عراقي في مجتمع بغدادي هل أحسست بأي نوع من الغربة من الوحدة كيف كانت الطفولة في العراق يعني بصراحة أقول لك يعني أنا ما كنت أشعر أنه أنا في بلد آخر أو أنه أنا غريب يعني بكل صدق وأمانة أقول لك هذا الشيء لأنه أنا يعني نشأت صغير ف أه اللهجة العراقية يعني نشأت وياي فكنت بالمدرسة أحكي لهجة عراقية أه بالعكس يعني اللي يكتشف أنه آني فلسطيني يمكن كان يحبني أكثر أو يمكن يتعاطف وياي أكثر يعني حتى إحنا يعني بيناتنا أه نحكي أنه النكتة هي إن العراقيين بس يعرفون واحد فلسطيني يقولون اي خطيه فلسطيني خطيه فيعني <applause> 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 حياتك بمعظمها كانت بس آه، آه، احنا انتقلنا من مرحله الطفوله الى مرحله المدرسه يعني بعد عمر الست سنين آه، كيف كانت الحياه الدراسيه بذلك الوقت آه، وين درست باي مدارس مم. الابتدائيه كانت مدرسه الاستقامه منطقة اسمها سوق حنون قريبة من شارع الكفاح هاي الابتدائية بعدين ورا الابتدائية متوسطة الرشيد كانت بشارع الجمهورية وراها بالإعدادية المركزية بالميدان تقريبا مم. هنا هاي الثانوية كانت بعدين هم درست فترة ب بـ بـ بثانوية الجعفرية واللي كانت مكانها تقريبا بالصدرية يعني بين بين شارع الجمهورية وبين لا هي أقرب لشارع الجمهورية أكثر مم. وهي بالنسبة للحياة المدرسية ماذا عن مم. المرحلة الجامعية بماذا تخصصت مم. أكاديمية الفنون الجميلة مم. انقبلت هناك ودرست بكالوريوس فنون سمعيه ومرئيه ودبلوم لل دبلوم بالمسرح المسرح ايه دبلوم فنون مسرحيه فاذا بدايتك بالمسرح كانت من سن مبكره حسب ما ذكرت لي سابقا لماذا كان المسرح لماذا يعني شدك الضوء للمسرح اه الحقيقه اه هو كان اكو آه شغف او ميول خلي نقول يعني ميول للمجال الفني البصري آه احتمال لما كنت ادرس بثانويه الجعفريه آه كان يدرسنا آه الدكتور عبد الامير الورد هو آه شاعر كبير ومعروف هذا كان استاذي كان استاذ اللغه العربيه اثناء يعني تدرين واحد هم يحكي عن تجاربه فكان في كثير من الاحيان يحكي لنا عن المسرح وشغله هو بالمسرح لانه ايضا كان ممثل في فرقه المسرح الفني الحديث هذا يمكن شدني الى اكثر الدكتور عبد الامير يعني هو كان كالاب الروحي بالنسبه لك هو اللي انا كنت تشنت يعني شلون يقولون يعني افش قلبي الى بشغفي للمسرح فهو لما شاف هذا الشغف والميول استدعاني الى فرقه المسرح الفني الحديث فاذا هو كان الملهم الاول لك بالنسبه للمسرح يعني هو حسب ما حضرتك قلت سابقا انه هو اللي كان يدفعك تجاه المسرح كان يحببك بالمسرح فهل هو نفسه كان الملهم الاول بالنسبه لك؟ يعني تقدرين تقولين هيك يعني أه ولما رحت المسرح الفن الحديث قدمت طلب عضويه وراسا يعني وافقه وقبله واشتغلت اول مسرحيه وهي الدكتور صلاح القصب مسرحيه اسمها بانشيتو مم. حسب ما اتذكر في حديث سابق ذكرت انك عملت مع اعمده المسرح العراقي أه مع من عملت بالضبط فرقه المسرح الفن الحديث مم. فرقه رائده يعني هي من اوائل الفرق المسرحيه اللي أنشأت في بغداد هي وفرقه يعني حتى نكون دقيقين اكثر هي وفرقه 14 تموز أه فرقه المسرح الفن الحديث كانت تضم أعمدة وعمالقة المسرح العراقي مثلا يوسف العاني مع حفظ الألقاب طبعا أساتذتي كلهم أساتذتي سامي عبد الحميد زينب ناهد الرماح قاسم محمد روميو يوسف يعني هذا اللي تسعفني هسه ذاكرتي أن أذكرهم ومن هذه الأسماء من منهم كان الأكثر دعما لك يمكن أنه أعطاك بعض الأدوار أو شجعك بشكل أو بآخر يعني. والله يعني بشرد أقول لك بصراحة هم كلهم يعني أستاذ يوسف العاني كان يعتبرني ابنه قاسم محمد رشحني للشغل أن أشتغل بالتلفزيون سامي عبد الحميد وزوجته الله يذكرها بالخير فوزية عارف يعني ايضا ما قصروا بدعمي وارشادي وتوجيهي لانه استاذ سامي كان اكاديمي ويدرس باكاديميه الفنون الجميله وبالنسبه لاسماء مثل سامي عبد الحميد ويوسف العاني لماذا برايك يعني المسرح العربي والعراقي خصوصا معوض يعوض الشخصيات هاي بالوقت الحالي يعني بعد ما رحلوا عن عالم المسرح ما لم نجد اسماء اخرى مثلهم يعني نجوم مثلهم شوفي سيدتي كل مرحله لها رجالها بصراحه يعني ما اريد اقول لك يعني هسه اذا احنا نريد نقول ما حد عوض مثلا مثلا ام كلثوم كل مرحله لها رجالها يعني ذيك المرحله هم اصلا اللي كان عليهم الحمل او مسؤوليه التاسيس يعني هم هم اللي اسسوا للمسرح العراقي اللي كان له اثر كبير في الوطن العربي. والمسرح العراقي يمكن كان من المسارح العميقه اللي تحمل فكر وتحمل فن وتحمل هدف إلى آخره من عناصر المسرح يعني هاي هذا المسرح العراقي اللي أثبت وجوده بالوطن العربي كله لكن إلى الآن أنت تستخدم مصطلح كان يعني هل المسرح العراقي الآن في طريقه للاندثار للزوال لا 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 أنا ما أقصد كان يعني انتهى يعني أنا أخ... لما أقول كان يعني بدي أحكي عن ذيك المس... المرحلة وماذا يعني عن هذه المرحلة؟ هذه المرحلة ترى يعني ما بيشك أنه ال... هذا ال... ذولا الرواد المسرحيين الكبار أ... كانوا أساتذة وإذا جاز التعبير خلفوا جيل جيل مسرحي شاب هسه هو يحمل على عاتقه هموم المسرح العراقي بالعكس يعني انا اكو تجارب كثيره احنا نفتخر بها ونشوفها بين الحين والاخر من اللي تتاح لنا فرصه انه نشوفها وبالنسبه لك بالتاكيد افضل تجربه مسرحيه عراقيه قمت بها؟ أنا ما اشتغلت خارج فرقة المسرح الفن الحديث أبدا يعني بس يمكن أكثر مسرحية أنا تمتعت بها يمكن بغداد الأزل بين الجد والهزل اللي هي كانت إخراج على الأغلب سامي عبد الحميد لا يمكن قاسم محمد م. كانت إخراج قاسم محمد وإعداده أيضا أه و واكو مسرحية أخرى يمكن هاي ثاني مسرحية أنا اشتغلت بها وهم يعني كلش كنت أحبها اللي هي أنا ضمير المتكلم الذي التحم بالفعل الماضي الناقص أيضا كانت بالصدفة يعني من إخراج وإعداد قاسم محمد و... وعرضناها أكثر من عرض خارج العراق يعني انتشرت خارج العراق مثل ما انتشرت بالعراق نعم استاذ نبيل هل يمكن ان تكون اللهجه العراقيه حددت فرصك بالادوار العربيه يعني لو كان عندك لهجه اخرى هل من الممكن ان يكون لديك ادوار اكثر ام انها حددتك نوعا ما الحقيقة يعني أنا أتقن اللهجة العراقية وأتقن لهجتي الأصلية م. يعني هسة يجوز يفدي شوية أنا راح أحكي وياك بال باللهجة الأردنية بالعكس يعني أنا أعتقد وجودي بالوطني الحبيب الأردن وجودي هنا يمكن اللهجة العراقية أضافت لي فهم فمثلا يعني أنا اشتغلت أكثر من مسلسل احتاجوا بي لشخصية تتقن عراقي. اللهجة العراقية م. فمثلا على سبيل المثال مسلسل أبناء القلعة م. اللي أنتجوا أخرج إياد خزوز كانت أكو هناك شخصية أصلا هي رواية رواية لزيادة القاسم بي شخصية عراقية فاختاروني أنا مثلا مثلا مسلسل ذهب أيلول اللي هو كان من إنتاج المركز العربي أيضا مثلت بي شخصية رجل أعمال عراقي كبير وبالصدفة اختاروا اللي يعني أقرب شخصية كان يتحاور وياها أو الفنان الكبير المعروف جلال كامل فاذا كانت نقطة تمييز بالنسبة لك بالضبط يعني إيجابية. يمكن هي اضافت بالضبط يعني هي مو عاقتني بالعكس يعني انطتني يمكن فرص اكثر حتى المخرج علي عباس كان عنده مسلسل اسمه جوري ايضا اختارني لشخصيه عراقيه، رجل اعمال عراقي. واذا برايك هل تقيدت حريه المسرح العراقي بالسنوات الاخيره؟ طبعا حريه التعبير اذا كانت سياسيه او يعني سابقا المسرحيات القديمه كان عندها القدره على توصيل اراء سياسيه او بعض الافكار الجانبيه طبعا بالوطن العربي بشكل عام فهل تقيدت هذه القدرة بالسنوات الأخيرة برأيك؟ شوفي المسرحي الرجل المسرحي أو الكاتب المسرحي أو المخرج المسرحي أو رجل المسرح يقدر يلقي له ألف زاغور إذا جاز التعبير فيقدر يعبر عن, عن نفسه بأي شكل من الأشكال <applause> يعني حتى لو ضيقوا عليه لانه ما اكو مدرسه مدرسه مسرحيه معروفه هي المسرح الرمزي مثلا فممكن واحد من خلالها يقول اللي يريده يعني مثل باستخدام الرموز مثلا يعني <applause> مثل اذا اكيد انت تعرفين كليله ودمنه اللي هم إي اللي هي كانت كلها على لسان الحيوانات وهذا كان ايضا مهرب من المواجهه واذا من عالم المسرح او من خشبه المسرح الى التجربه التلفزيونيه. كيف كانت هذه التجربه؟ أه الله يرحمه الاستاذ قاسم محمد هو اللي رشحني اشتغل بتلفزيون بغداد بوقتها يمكن سنه 73 على ما اتذكر آه رشحني آه للمخرج آه ومدير الانتاج كان بوقتها لقسم التمثيليات الله يرحمه مهدي الصفار مم. ف آه اشتغلت بقسم التمثيليات مساعد انتاج مساعد مدير انتاج يعني مباشره مساعد ايه؟ مدير مساعد مدير انتاج, مدير انتاج. مم. يعني آه لانه آه يعني كانت آه مهام بسيطة يعني أنه يوفر مستلزمات أي عمل درامي فمن بديت أدخل عالم آخر يعني من عالم المسرح اللي أعتقد أنه هو عالم خاص قائم بذاته أكيد. إلى عالم التلفزيون اختلف الجمهور اختلف ايه كل شيء أكيد اختلف أكيد أكيد من أضواء المسرح إلى أكيد. فاذا هل يمكن ان يقوم ممثل مسرحي بدور الممثل التلفزيوني او العكس يعني اذا حط بالمكان هذا هو الحقيقه انا اعتقد الممثل هو ممثل يعني م. سواء بالتلفزيون او بالمسرح او بالسينما او حتى بالاذاعه مع اختلاف الجمهور واختلاف الطريقه بالضبط بس بكل, بكل مكان تختلف ادواته م. يعني ادوات التعبير يعني بالمسرح عنده ادوات خاصه ممكن يستخدمها غير الادوات اللي ممكن يستخدمها مثلا في الاذاعه او في التلفزيون تختلف يعني الممثل المسرحي عن ممثل الاذاعه عن ممثل التلفزيون عن الدراما عن يعني يوجد اختلافات عديده فهل يمكن ان توضح لي بعض الاختلافات بينهما يعني مثلا اذا احنا بالمسرح أكثر شيء يعتمد على لغة الجسد فهو يستخدمها أكثر مما يستخدمها مثلا في الإذاعة اللي هو يعتمد فقط على صوته لازم من خلال الصوت فقط يعبر ويوصل الحس اللي يريده المخرج أو اللي يريد يوصله للمستمع فقط الصوت لكن مثلا بالمسرح لا عند مثلا لغة الجسد يقدر يستخدمها كلها بالتلفزيون أو السينما الكاميرا أحيانا تكون أقرب إلى وجهه فهو لازم يعني يستخدم أدوات أخرى اللي هي التعبير بالوجه بالمسرح الوجه مو كثير يقدر يعبر به لأنه المسافة بعيدة بين الجمهور أو المشاهد بالتأكيد. عن خشبة المسرح بالتأكيد فمننا نشوف أنه يعني كل, كل مجال إلى أدواته الخاصة اختلاف الجمهور م. نستأذنك أستاذ نبيل كوني بهذا الفاصل السريع مشاهدينا فاصل ونعود <applause> أرجوك ما أسمح لك إيش؟ ما أسمح لك تشتمني ولك ولك عامل لي فيها ديك ولك عامل لي فيها ديك ولك أنت صوص لا ولاك. لا. ولاك. ما تقوف ولك ما أسمح لك ولك روح ما بمحل محل تاني روح لا. إمشي أنت مطرود أنا لا أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى وننتقل في حوارنا إلى الأردن ذكرت سابقا انك عدت بفتره التسعينيات او الثمانينيات بالاحرى الى الاردن آه، لماذا كانت العوده بهذا الوقت تحديدا آه هو الحقيقه يعني ما كان آه مخطط له بس انا يعني آه لانه كنت ادرس وتخرجت وانتقلت من مجال عمل الى مجال اخر يعني قلت لك أنا يعني بديت مساعد إنتاج بعدين شوية شوية صرت مدير إنتاج وصرت مدير إنتاج لأكثر من قسم يعني قسم التمثيليات قسم الأطفال قسم المنوعات القسم الثقافي القسم آآ آآ انتقلت من, من مجال الإنتاج إلى مجال الإخراج وبديت أستلم برامج من اخراجي في تلفزيون بغداد وهذه يعني خطوه بالنسبه لي يعني خطوه انتقاليه كلش كانت كبيره. ممكن تذكر لي بعض الاسماء منها؟ ش... من البرامج اللي قمت باخراجها؟ المجله الثقافيه اخرجتها فتره، ال... ال كان اكو برنامج اسمه اضف الى معلوماتك، ايضا كان من انتاج القسم الثقافي. قسم المنوعات كانت لي عدة برامج منوعة وأغاني لكثير من المطربين العراقيين اللي أنا يعني أخرجتها أريد أن أسأل هل أثرت فترة الحصار في ذلك الوقت فترة التسعينيات على قرار الخروج من العراق اي فأنا ما كنت يعني مخطط هذا الموضوع فلما اني انتقلت من مجال الانتاج اذا الى مجال الاخراج انا ايش قد اشتغلت بال اذاعه آه والتلفزيون بعمري ما اخذت اجازه حتى يوم الجمعه كنت اداوم لذلك يعني حتى ما كنت مطالب بتوقيع يعني انا يمكن من القله اللي ما كانوا مطالبين يوقع الصبح و... ويوقع من يطلع و... لأنه أنا كنت أداوم أكثر من ال... أكثر, أكثر مطلوب. من أي شخص آخر أكثر من ما مطلوب أنا. مني أه... فقلت خليني أخذ إجازة أروح أشوف أه... الأردن أه... وطني أه... اللي أنا يعني يمكن عمري ما شايفه إلا من كنت صغير وهذا في الثمانينيات؟ بالتحديدا بال85 تقريبا ف بال85 اخذت اجازه تقريبا يمكن شهر حتى اطلع يعني اشوف فلسطين واشوف مم. الاردن وارجع اكمل مشواري اللي بديت به اللي هو في مجال الاخراج هذا اللي انا كنت مخططه بس جيت للاردن صارت شوية يعني صار شوية مشاكل عدي وما قدرت يعني أرجع لل فظليت فترة هنا يعني حوالي يمكن ولكن بعد العودة سنة. بعد العودة إلى العراق مرة أخرى في فترة التسعينيات م. ومع وجود الحصار والوضع الاقتصادي السيء هل كان قرار الرحيل من العراق بشكل نهائي يعني هل كان الحصار عاملا لذلك؟ أه والله شوفي الحقيقه اني يعني أه ما كان عندي قرار اطلع ابدا ما ما كان ما كنت مقرر اني يعني خلص لازم اني يعني اطلع من العراق واشوف لي أي مكان اي مكان اخر ابدا لكن هي هيك صارت يعني لما اجيت أه للاردن مثلا ظليت أه يعني بين الاردن وبين بغداد بين عمان وبين بغداد بين عمان وبين بغداد صح لي هن الشغله هنا أنا اخلصها مثلا وارجع يعني ارجع لبغداد الى ان صارت يعني الاحتلال 2003 2003 اي ما قدرت بعد ارجع يعني من 2003 انا يعني لي حتى الان للاسف يعني ما, ما ومن العمل التلفزيوني في العراق كيف انعكس العمل على الأردن يعني كيف انعكس عملك السابق على العمل في الأردن يعني هو أكيد يعني أنا استفادت هواية من تجربتي في تلفزيون بغداد بكل المجالات يعني مو بس يعني أنا اشتغلت بالمسرح وأصبحت يعني أشتغل بكل عناصر الإنتاج المسرحي اشتغلت بالتلفزيون وصرت اشتغل بكل عناصر الانتاج التلفزيوني هذه كلها كانت رصيد الي وفادتني لمن يعني كنت بعمان بمجال المسرح وبمجال التلفزيون ايضا. يعني فتح لك الابواب. اكيد اكيد طبعا يعني فهنا اسسنا فرقه 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 مسرح ونشطنا من خلالها اللي هي فرقه المسرح الشعبي اللي كان رئيسها بذاك الوقت فتحي عبد الرحمن هو حاليا مقيم برام الله استاذ نبيل عملت في العديد من الافلام والمسلسلات العربيه والاجنبيه ومنها تعاملت مع ممثلين ومخرجين من فلسطينيين داخل المحتل. كيف كانت التجربه ابرز تجربه كانت فيلم المخلص اللي اخرجها روبرت سافو من الاراضي المحتله هاي صورنا جزء كبير احنا في عمان وجزء كبير والله الجزء الاكبر كان في بلغاريا بصراحه والممثلين كانوا من فلسطين وكانوا من من عمان يعني هذه كانت ابرز تجربه لي مع فنانين فلسطينيين من الاراضي المحتله وهل هناك تجارب اخرى قادمه لا. يعني لا بد من لانه الحياه مستمره والعلاقات الفنيه ايضا مستمره مع فلسطينيين بالاراضي المحتله وبرايك هل استطاعت السينما الفلسطينيه نقل صوتها للعالم يعني بشكل عام او على الاقل العالم العربي هل حازت على بعض الجوائز؟ هي يعني سينما ناشئه بصراحه ورغم انه السينما الفلسطينيه ناشئه لكن اثبتت وجودها بمحافل فنيه متعدده ببلاد متعدده من العالم يعني مو بس بالوطن العربي ومستمره شخصيات عديدة مثلها نبيل كوني هل كان يوجد شخصية يعني عاشت معك واستصعبت الخروج منها؟ بصراحة يعني مو لهالدرجة يعني إحنا درسنا أستاذ ودرسنا برخت وتعلمنا من أستاذ كيف ممكن إحنا نتقمص الشخصية وتعلمنا من برخت شلون احنا اه نتعامل ويا الشخصيه على انه اني ممثل حتى لو اه مثلت اه الشخصيه اه الفلانيه او غيرها اه يعني يجوز اه ما اه مو ما قدرت اتخلص منها لا لكن اثرت بي وحبيتها يعني مثلا على سبيل المثال اه شخصيه اه خالد المحاسب العراقي بمسلسل ابناء القلعه انا هاي الشخصيه كلش حبيتها بصراحه أه اللي أخرجها ياد خزوز يعني لاحقتك لفتره من الزمن حسيت انها موجوده حبيتها وكنت اتباهى بيها لانه انا إش, اش قد ما انا يعني تجاربي ودرست. آه التمثيل كلها خليتها آه بهاي الشخصية احنا تصويرنا كان بأبو ظبي أو مشاهدي على الأقل يعني كانت كلها بأبو ظبي أنا من رحت لأبو ظبي ما خبرت أي أحد من أصدقائي أو قرايبي اللي يعيشون بالإمارات أنه أنا هناك فحتى يعني أختي لي أه ويا نفسي بالشخصيه بالشخصيه وما قلتي بالضبط اي فكنت من الفندق للاستديو من الاستديو للفندق ما كنت اروح اي مكان لذلك يعني هذه عاشت يعني عاشت وياي وانا عشت وياها كلش كلش حبيتها بصراحه يعني شخصيه خالد في مسلسل ابناء القلعه علمنا انك امتهنت مهنه لم تكن موجوده بالاردن سابقا طبعا ممكن بالاردن ممكن بدول عربيه اخرى واللي هي كاستنج دايركتور او ما يمكن ان نسميه اختيار الممثلين حدثني عن هذه التجربه وهاي الحقيقه يعني هي اجت بالصدفه انا كثير من اصدقائي الممثلين والفنانين وكثير من اصدقائي المخرجين فتشنت كل ما يصير مثلا مسلسل او عمل فني عد مخرج ما واشوف انه اكو ممثل مثلا قاعد ما يشتغل او او يليق بشخصيه ما في مسلسل عند عند هذا المخرج فكنت احكي ويا المخرج اقول له فلان ممكن انت تستفيد منه بالشخصيه الفلانيه او كذا او كذا او كذا كنت يعني هيك آه وسيط يعني مو اعطيت خبرتك مجال خبرتك انه بس الممثل هذا مناسب او غير مناسب او بس هي هيك كانت هي يعني هي كانت هيك لكن تطورت هاي واصبحت كاستنج آه دايركتور آه لذلك اني اول كاستنج دايركتور في في عمان في الاردن بعدين وراي صاروا يعني كثير من آه اللي يشتغلون بهذا المجال يعني فتحت باب المجال انت اي فتحت باب هاي المهنه يعني هاي المهنه لم تكن موجوده يمكن قبل قبل ال95 يعني انا مثلا اختلف عن كثير من الكاستنج دايركتور اللي يشتغلون بهذا المجال انا اخذ النص اقراه وافرغ الشخصيات واحلل كل الشخصيات وبعدين الشخصية أجتمع المناسبة لها بالضبط شخصية لها الشخص المناسب اللي ممكن يمثلها ويتقنها بالضبط م. يعني أنا أجتمع ويا المخرج وهمين أشوف وين رؤيته هو شلون مفكر وبعدين أنا أختار الممثلين لتجسيد هاي الشخصيات المطلوبة والحمد لله يعني نجحت في كثير من الأعمال نعم أستاذ يوجد العديد من المدارس المسرح منها الفن الفن منها ما نسميه الفن الجميع فكيف تصنف أعمالك من بينهما وإلى أي مدرسة تنتمي؟ بالتأكيد بالتأكيد الفن للمجتمع لأنه أنا الحقيقة تربيتي اشتراكية فأني تربيت في بغداد وحاصل تحصيل وجودي هناك لأنه الفكر العام السائد كان هو الفكر الاشتراكي فاحنا تربينا على الفكر الاشتراكي اللي هو كان واحد من اهدافه هو خدمه المجتمع اللي انت تعيش به فاذا هذا ينعكس على مهنتي اذا كنت فنان او او غير او غير اي مهنه اخرى ما دام اني موجود ما دام اني اشتغل مثلا على سبيل المثال في المجال الفن اذا لازم من خلال الفن تكون اكو رساله هناك اني اخدم بها المجتمع اللي اني واحد منه. وبرايي فنان صاحب مسيره طويله بالمسرح، أه لماذا يتمتع او تتمتع المسارح التجاريه بهذه المساحه الكبيره؟ يعني هنا اشكاليه بصراحه. يعني وهي إن المسرح التجاري يعني شنو شنو معنى المسرح التجاري؟ يعني انا ما اقول انا انا ما استخدم هذا بصراحه المصطلح لكن الارقام تتكلم المسرح التجاري او المسارح اللي صارت هدفها فقط يعني جني المال هي السائده في الوطن العربي يعني للاسف انها السائده بالوطن العربي انا ما اسميه مسرح تجاري انا اسميه مسرح جماهيري وواحد من اهداف المسرح يعني غير الثقافة والمتعة وتطوير عقلية المجتمع اللي انت تعرضي له واكو هواي اهداف ساميه يقدمها المسرح. اكو هدف اخر ارجو ان ما يغيب على اي احد اللي هو المتعه والاضحاك. الاضحاك ترى هدف من اهداف واحد من اهداف المسرح اكيد فاني لما اشوف مسرحيه جماهيريه ما اسميها تجاريه وهدفها فقط الاضحاك حتى لو وصل الى الى درجه التهريج بس حتى يعني لانه المجتمع مثقل بالهموم على فكره يعني هو الفرد في المجتمع يعيش كل نهاره في صراع مع الحياه والحياه متعدده الجوانب يعني صراع مريد يعني هسه مو مجال انه نحدد انواع الصراع لكن اي فرد بالمجتمع هو مثقل بالهموم فيمكن نهايه النهار التهريج هو الحل لا مو التهريج نهايه النهار محتاج انه اني اقعد وشويه انسى انفه عن نفسي بالضبط تمام شويه اضحك اكيد انت تدرين مسرحيات انت فيها انت قالب <applause> فني ومضحك لكن لها رساله <applause> انت أما اذا كانت المسرحيه ايه؟ ما فيها اي فكره او اه؟ منطق او او يعني هدف نريد نوصله مثل أه ما انت قلت صار التهريج ما احنا قلنا قبل شويه أه الاضحاك والترفيه عن الهدف عن المسرح. هدف من اهداف المسرح بالتأهيد. يعني أه انت تدرين ان الضحك يطول العمر مثلا طبعا لكن ممكن نحطه باطار يكون اكو يوجد صوره واضحه يوجد فكره من المسرحيه مع الاضحاك يعني مسرحيات عالميه او عربيه لحد الان نذكرها ونسمع بيها بيها فكره جدا واضحه وحاولت تجابه افكار سيئه عن طريق الاضحاك لكن اذا كان فقط هدف المسرحيه هو التهريج وانه الناس يضحكون بشكل هستيري وين فكره المسرح من توصيل الرساله يعني ليش احيانا العاد الجمهور يروح على السيرك ويشوف المهرج السيرك شيء ثاني هذا هذا يروح للسيرك يريد يشوف شيء مضحك فقط يعني فقط ضحك فقط بعض الحيوانات اللطيفه بعض ال الالعاب الخطره والى اخره لكن المسرح لازم يكون بفكره نقدمها للجمهور وانت مسرحي انت استاذ نبيل كوني انت استاذ مسرحي أه ما اتوقع انه حترضى تشوف أه مسرحيه تتقدم للجمهور ما يكون لها هدف او فكره ساميه او او مجرد فقط هي لنضحك يعني لازم يكون لها فكره والضحك طبعا عامل لازم يكون موجود صح اولا السيرك هو شكل من اشكال العروض المسرحيه ومثل ما قلنا الضحك هو وامتاع الجمهور هو واحد من اهداف المسرح واذا يعني انا الحقيقه تحديدا يعني المسرح العراقي ما دام احنا بدنا نحكي عن المسرح العراقي يعني اذا تشوفين مثلا مسرحيات جاسم شرف جد قدم مسرحيات كوميدية أني ما يعني ما أتذكر عرض مسرحية تخلو من عناصر ال الضحك المسرح يعني أنا أقصد يعني أنه يكون بها فكر ويكون بها فن ويكون بها هدف لكن زائد هذا كله يعني مسرحيات جاسم شرف مثلا على تحديدا دائما همينه كان يفكر بهموم المواطن اكيد يعني لكن باسلوب باسلوب ساخر ممتع وساخر وضاحك ويضحك الجمهور وهو المط يعني احنا هسه إيه؟ على نفس الصفحه إيه؟ إيه؟ وهذا ما كنت احاول ان 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 اوصله أن المسرح م. يجب أن يكون لديه فكرة والضحك طبعا عامل يعني مثلا مسرحيات عظيمة مثل مدرسة المشاغبين أو غيرها فيها فكرة واضحة وفيها انتقاد م. لبعض الـ م. الأفكار وبعض التصرفات لكن بطريقة ساخرة يعني إلها فكرة والضحك موجود وكله موجود يعني هو لازم يكون آآ آآ يعني صندوق يحتوي على كل هذه العوامل هاي شروط العرض المسرحي اصلا اصلا هي هاي شروط العرض المسرحي اذا ما توفر الفن والفكر والهدف ماكو مسرحيه او اذا واحد من دولة الاشياء الثلاثه اذا اذا ما ماكو خلص يعني ماكو مسرحيه هم. يعني سقطت سقط ذاك العمل او فشل ذاك العمل فاذا برايك أب... ما هي المشاكل التي تعاني منها الحركه الفنيه المسرحيه سواء بالعراق او الاردن يعني كمشاكل سواء كانت ماديه او اخرى يعني كل قطر الى هموم الخاصه والى مشاكل الخاصه بالنسبه للانتاج المسرحي اذا تردين يعني مثلا انا احكي لك احنا بعمان يعني نعاني من من ايش نعاني احنا أه ما عندنا يعني ازمات ازمات حربيه او لا يعني قصدي ازمه مسرح هم. يعني النص موجود المخرجين موجودين الممثلين موجودين يعني كل شيء موجود لا يمكن احنا ازمتنا الوحيده هي جمهور يعني انا من اريد اعرض مسرحيه ما عندي جمهور لان ماكو ما مثلا السبب المادي عامل لا 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 يعني هو هو كيف انشاتي كيف انشاتي شعبك او مجتمعك اللي انت منه وشلون ربيتيه، يعني مثلا على سبيل المثال بغداد لما كنا ببغداد اي احد يسوي مسرحيه تشوفي الجمهور كله يروح مثل ما يروح للسينما يروح للمسرح يروح على شباك التذاكر ويقطع تذكره ويدخل للمسرحيه. احنا هذا الشيء ما عندنا بالاردن. يعني نادرا ما يحدث رغم انه يعني اكو هناك سعي من كثير من زملائنا بالمسرحيين انه يعود الجمهور انه يروح على شباك التذاكر ويقطع تذكره. الجمهور عندنا بالاردن متعود على انتاج على المهرجانات اللي تقيمها الجهات المسؤوله يعني اذا كانت مديريه المسرح والفنون او وزاره وزاره الثقافه ضمن المهرجانات اللي يسووها وتكون عاده هي دعوه عامه يعني مجانا كل الجمهور اي مجانا ورغم انه مجانا يعني في كثير من الاحيان ما تشوفين القاعه ممتليه ممتلئة. مم. لذلك يمكن كل المسرحيين واللي يشتغلون يخابرون اصدقائهم تريابة عندنا مسرحية باكر تعالوا شوفوها يعني ما عندنا ما متربي الجمهور الأردني على مشاهدة المسرح نعم وختاما لهذه الحلقة هل يمكن أن نرى نبيل كوني بأعمال عراقية مسرحية قادمة؟ والله علوه بالعكس يعني أنا أتمنى إذا أحد من زملائنا المسرحيين العراقيين حب اكون انا واحد من المشاركين باي مسرحيه سواء في بغداد او في اي في عمان او باي مكان بالعكس يعني اتمنى وانا على فكره هوايه احب اشتغل باللهجه العراقيه فتشوفيني يعني بالمسلسلات او الافلام اللي اشتغل بها باللهجه العراقيه يعني استمتع بها اكثر لأنه هذه اي هذه اللهجه اللي انا مم. هاي اللهجه اللي انا آآ آآ نشات عليها يعني انت تصوري 41 سنه انا احكي باللهجه احكي باللهجه العراقيه بحيث يعني هي كانت من مكونات شخصيتي فتشوفين يعني انا ذوقي عراقي تكويني عراقي بنائي الثقافي عراقي لذلك يعني اتمتع هوايه اذا مثلت باللهجه العراقيه وبهذا ننهي حديثنا لهذه الحلقه اشكرك استاذ نبيل كوني شكرا لك وشكرا لقناه الرافدين القناه اللي احنا كلنا نحبها ونتابعها باستمرار وشكرا لزملائنا الفنيين اللي موجودين خارج خارج الصوره الله يخليك. هواية يعني ما ما تصورين أنا قد سعيد لأنه أنا بهذا البرنامج. والله إحنا الأسعد. الله يخليك. وحتى لقائنا القادم من لقاء خاص دمتم بخير وسلامة.